دي بس لقطات بسيطة من مشوار طويل لنجم النجوم وليد سليمان الحاوي زي ما أطلق عليه جماهير النادي الأهلي. وإحنا بنبتدي حلقة النهاردة من السادسة وإحنا مخصصينها تحديداً للولي لوليد سليمان. فكرت كتير، لكن الحقيقة يمكن أهم عنوان حبيت أو لقيت أنه مناسب جداً لمشوار طويل جداً من العطاء قدمه وليد سليمان للأهلي والجماهير النادي الأهلي هو أنه وجد ليصنع الفارق. القصة مع وليد مش قصة كورة بس، مش قصة ملعب ومش قصة 90 دقيقة ومش قصة واحد من أهم نجوم جيله، لكن قصة الحقيقة انتماء وقلب وروح وعطاء بدون مقابل. عمرنا ما سمعنا على امتداد مشوار وليد سليمان أنه في لحظة من اللحظات كان سبب في مشكلة سواء جوه الملعب أو بره الملعب. حقيقة واحد من أهم اللعيبة اللي لعبت دور القائد داخل غرفة الملابس وكان ليه دور كبير جدا مع اللعيبة الجديدة أو اللعيبة الصغيرة. لاعب متألق على مدار مشواره وبصماته ولدغاته المهمة جدا والمؤثرة في صناعة تاريخ طويل جدا من المجد للنادي الأهلي، وليه هو شخصيا بتحطه في مكانة خاصة جدا في قلوب وعقول جماهير الكرة في النادي الأهلي. بكرة وهي مباراة طبعا نهاية الموسم ولكنها مباراة مخصصة من جماهير النادي الأهلي للحاوي وليد سليمان.